السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بأحسن حال وبخير. أنا منال، بعمل معاكم أكلات صحية وأكلات على نظام الكيتو. النهاردة هنعمل مع بعض كعك العيد بطريقتنا على نظام الكيتو، وطريقة سهلة جدا. هيكون معانا المكونات زي ما احنا شايفين. انا هعملها بخليط من دقيق اللوز ودقيق جوز الهند. دقيق اللوز اللي عايز يسألني هجبته منين، دوت جالي من صفحة فود كوم، حاجتهم منتجاتهم جميلة جدا. انا عملت معاكم بيها الغريبة، اللي عايز يشوف الفيديو، وعملنا كمان البسكوت حلوة جدا، ونتائج الحاجة ما شاء الله حلوة جدا. هحط لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله. هناخد معيار كوبايه من دقيق لوز وكوبايه من دقيق جوز الهند. اللي حابب يعمل باللوز يحط المعيار كوبايه واحده، اللي عايز يعمل بجوز الهند ممكن، بس انا هعمل ميكس بين الاثنين بيدي تيست حلوه قوي. تمام، يبقى هاخد كوبايه من اللوز وكوبايه من جوز الهند. هحتاج معايا حوالي نص كوبايه من سمن بلدي او زبده طبيعي. انا هعمل بالسمن البلدي. هحتاج معايا معلقة من سكر ستيفيا، وهناخد حوالي نص كوباية او ربع كوباية من اللبن. هعمل بلبن جوز الهند طبعا حسب العجينة ما هتاخد مننا. احنا هنشتغل دلوقتي مع بعض ونشوف هتاخد مننا قد ايه. هاخد نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر، وهيكون معايا ريحة الكحك. اللي حابب يحط محلب مفيش مشاكل، عادي خالص حسب ما انت حابه. اللي مش عايز خالص ولا ريحه كحك ولا محلب مفيش مشاكل برضك، براحتك. وهنحتاج بقى للحشو. انا هعمل باللوز زي ما انت شايفين، انا اللوز اهو طحنته في المطحنه بالشكل دوت. وهنعمل دلوقتي الحشو، وهيكون معايا ده قشطه، او انا بشيل وش بنزع وش الحليب وبسيبه، او اللبن عندنا في مصر، واسيبه يتصفى خالص وهشتغل بيه. تمام، عشان ما نبتدي الفيديو مع بعض دلوقتي. اول حاجة هعمل ايه؟ هعاير من دقيق اللوز ودقيق جوز الهند كوباية وكوباية. هنبدأ اول حاجة بكوباية من دقيق اللوز. بسم الله. بالشكل ده. كوباية من دقيق جوز الهند. اللي عايز يضاعف الكمية براحتك بقى، ضاعف الكمية براحتك. بالشكل ده. وهبتدي اقلب المكونات. هضيف عليهم البيكنج باودر نص معلقة. اقلب لحد ما تختلط كده المكونات مع بعض كويس جدا بالشكل ده. وبعدين هضيف قليل من رشة صغيرة من ريحة الكحك. انا بحب ريحة الكحك بصراحة، حاجة بسيطة جدا. ده بيتجاب منين؟ بيتجاب من عند العطار او محلب زي ما انت عايزة بالشكل ده. هاخد معلقة من سكر ستيفيا، معلقة واحدة بس، وأقلب عشان تخلي العجينة طعمها حلو. وهبتدي أنزل بالسمنة. طبعا السمنة نص كوباية، يفضل إن هي تكون في درجة حرارة الغرفة أو المطبخ، ما تكونش في التلاجة زي ما احنا شايفين كده. هنا بقى انا هبتدي اعجن العجينة، طبعا محتاجة ايدي بقى زي ما احنا شايفين كده حبايبي. انا حطيت كمية من اللبن، احط حبة كمان صغيرين حوالي معلقتين معلقتين كده اهو، بصوا. وببتدي الم العجينة بالشكل دوت. بقت معايا عجينة حلوة جدا وطرية اهو كده. خدت معايا بالظبط ربع كوبايه من حليب جوز الهند اهي، شايفين طريه جدا اهي. بسيب بقى العجينه على جنب
وهنبتدي نعمل مع بعض الحشوة. اعرف منين ان العجينة بقت حلوة؟ هبص الاقي العجينة سابت ايدي خالص وبقت العجينة ملمومة زي ما احنا شايفين اهي، شايفين بالشكل دوت. هتركها بقى على جنب شوية ونبتدي نعمل مع بعض الحشو. هنعمل مع بعض دلوقتي الحشو. الحشو هيكون معايا زي ما اتفقنا لوز انا طحنته، ممكن عايزة تعملي فستق، حبة عين جمل، مفيش مشاكل. شايفين انا بطحنه بس مش طحن جامد، يعني في بعض قطع كده اهو بالشكل ده، وهبتدي بقى اضيف عليه قليل من سكر ستيفيا، معلقة صغيرة كده عشان انا عايزة يبقى طعمه معسل شوية، وهضيف عليه معلقة من القشطة. شايفين بالشكل ده، وهفضل اقلب عشان تبقى معايا الحشوة يعني على قد ما اقدر متماسكة شوية اهي. اقلب كده شايفين العجينة او الحشوة ابتدت تيجي معايا ايه لمت كده عشان اقدر ان انا احطها جوه الكعك اهي. شايفين بالشكل ده، هكون ولعت الفرن على درجة حرارة 180 عشان اجهز الفرن يكون سخن وانا احط فيه الكعك. شايفين اهي بالشكل ده تمام. هنبدأ مع بعض حبايبي دلوقتي نعمل الكعك. هجيب اي شكل عندك براحتك، اي شكل متوفر عندك، وهبتدي اجي اخد قطع من الكعك بالشكل ده، حتة في حجم البيضة اهي كده، وزي ما انت شايفين العجينة طرية وجميلة قد ايه. هبتدي احاول ان انا افتحها كده من النص، وهاخد قليل من الحشو اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده اهو، وابتدي اقفل عليه العجينة كده اهي، وابتدي الفها بين ايدي كده بالراحة خالص بالشكل ده، وهاخد الشكل اللي عندي واضغط عليها كده ضغط خفيف، ضغط خفيف خالص اهي بالشكل ده. وهبتدي شايفين هبتدي اجهز صينية فيها ورق الزبدة واحط فيها الكعك. نعمل مع بعض كمان واحدة اهي في حجم البيضة بالشكل ده، وهاخد معلقة من الحشو تيجي اقفل وقفت. شايفين الشكل قد ايه جميل. دي شكل الكعك. هبتدي ادخله الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. ناخد بالنا عشان ما يتحرقش مننا، لان دي اللوز ودي جوز الهند ما بياخدش سوى كتير في الفرن. وزي ما احنا شايفين حبايبي ادي شكل الكعك بعد ما استوى، ما خدش وقت كتير طبعا، هو سخن جدا انا مش هحركه خالص، هسيبه في الصينية لحد ما يبرد خالص، ونشوف مع بعض طريقتنا في التقديم هيكون عامل ازاي. ريحته تحفة. زي ما احنا شايفين كده حبايبي ادي شكل الكعك بعد ما استوي. اهم حاجة ان هو يتساب لما يبرد خالص عشان ما يتكسرش مني، لان هو ناعم جدا. انا بعد ما ابتدى من تحت اللون يحمر شوية ولعت عليه الشواية حاجة بسيطة خالص عشان يدي اللون الحلو دوت عشان ما يتحرقش منك. اهم حاجة تاخدي بالك من الملاحظات البسيطة دي. وهكسر معاكم واحدة عشان اوريكم قد ايه. بصوا بصوا ناعم وجميل جدا والحشو، وهدوق معاكم كمان، طعم تحفة. جربوه هيعجبكم جدا. اتمنى يا رب ان النهارده اللي شاف الفيديو وعجبه ولاول مره يشوف القناه ياريت يشترك في القناه ويفعل الجرس واللايك والشير لكل اصحابنا. وعايزه استنى تعليقاتكم الحلوه، واشوفكم بالف خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.